هذا وقد أشار سعادة السيد علي إسحاق عضو مجلس النواب في نشرة سابقة إلى أبرز ما دار خلال اللقاء مع وفد الاتحاد الأوروبي. تطرق لدعم البحرين شعبا وحكومة لملفات عدة، أهمها ملف حقوق الإنسان وصون وحماية حقوق الإنسان وجعله ثقافة راسخة، وتم تأكيد ذلك على أرض الواقع وجزت مملكة البحرين موقف إنساني رائد خلال جائحة كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بلا استثناء. كما تم التطرق إلى الخطوات الرائدة اللي حققتها غير مجالات تعزيز المساواة وإكتفاء الفرص وتقديم المرأة وحقوق الطفل. كما تم تبيان حزمة من التشريعات والإجراءات العصرية الذي المجلس أقرها وبعضها جاري العمل عليها مع السلطة التنفيذية ومجلس الشورى.